رجعنا لكم في نحكي وجمعيات معنا ندى بن عبدة المساعدة الإدارية لجمعية فيلو روسون. مرحبا بك. عسلامة، مرحبا بكم. مرحبا ندى، لاباس؟ لاباس. اي شوية انرجي فيلو روسون عليكم. يعيشك يعيشك. باش نحكيو معاكم على جمعية فيلو روسون اللي ما يعرفهاش، اون توت بتيت بريزونتاسيون. جمعيتنا تأسست عام 2017. احنا جمعية فيلو روسيون نخدم اولا على ترسيخ ثقافة البسكليت في تونس، ونحاولوا خاصة انها ونحاولوا ان نبدلوا من عقلية المواطن التونسي اللي يخمم ان البسكليت راهي وسيلة ترفيهية ولا متاع دورة صغيرة في الويكاند. بالعكس، احنا نحبوا نرسخوا ان الدراجة نجموا نستعملوها يوميا في الكوتيديان متاعنا، كي نمشي ونخدموا ولا نقراو ولا غيره. وهذاك علاش احنا لي بروجي متاعنا يخدموا الاهداف هذوما. اي هو الفكره في حد ذاتها حاجه طياره برشا، ومتنجمو كان نثمنوها، لكن بسكليت في ظل بنيه تحتيه تعبه برشا، باش نجيش نقول تعبه شويه، كيفاش نجم تصير العمليه؟ احنا نحاولوا ساعة بشوية بشوية ان نوصلوا صوتنا ديجا للسلطات المعنية بالامر، ان نقولوا رانا احنا اون اكزيست، وانا رانا احنا مستعملين دراجة، وراو عندنا الحق انه تكون مثلا عندنا طرق معبدة. مثلا نذكر لك من البروجي اللي نعملوهم بليتوم لي زيفينمو، احنا عندنا تونس باي باي. تونس باي باي كيف نعملوا فيه؟ هو ايفينمو نخرج عدد كبير من الدراجات، ويصير كل نهار كل اخر نهار جمعة من كل شهر. واخر مرة صار لو 23 فيفريي بشاركة مع كلوب فيلو أريانا اللي نقدم لهم التحية بالفرصة هذيا. احنا نحبوا نخرجوا ونقولوا انه رانا احنا من الشبانية، وانه احترامنا وجبنا هذي نحبوا نوصلوا اصحاب سلطة العليا. وانا راهو عنا كيما الطرقات هي عندها طرق معبدة، وكيما يعني ثم برشا مستعملين سيارات، وزاد ثم برشا مستعملين. نداك تنجم تقعد في بلاصة فيها أكثر شوية غزو على خاطر الصوت قاعد يقص شوية. وكمل كمل احكي. راه زاد احنا باش نكمل نحكي، نقولوا راه زاد احنا رانا عندنا الحق يكون عندنا طريق كيما كيما السيارات. وزاد مثلا عندنا بروجي اخر خدمناه بالشراكه مع بلديه اريانا، انه تكون باش نخدموا دي بيست كلابل، وصارت ديجا اول بيست كلابل في تونس باللاك. تري بيان. اي البيست نتاع النيفو لاك زيرو اللي هي بون مازلت داخله بعضها شويه حتى الناس نحاول شويه بشويه انه الحاجه هذه فريمون يعني نعموها وصوتنا يوصل اكثر. ديجا باش صوتنا يوصل لازم نعرفوا بالجمعيه نتاعنا، هكا في كل مره نستغلوا فرصه نعملوا ديزاكتيفيتي نعملوا دي بروجي بشويه بشويه، العباد تفهم انه راه ثم برشا عباد تستعمل في الدراجات في تونس، وراهم معناها ماهمش اقليه فريمون، راهم يعني برشا عباد. وفما عباد زاد يحبوا يعملوا ميغراسيون من وسيله نقل اخرى للدراجات، لكن ماهمش لاقين كيفاش، ماهمش عارفين كيفاش يعملوا. اللي عنده حتى ساعات كهرباء يقول لك انا ما عنديش علاش ناخذ كهرباء ونخدم في بلاصه قريبه مثلا ولا حاجه كي من هكا، يحب يستعمل بسكليت. من قبيلك ندى، عسلامه، معك علي بوزويده من جمعيتي. من قبيلك كنت تحكي لنا على لي زيفور اللي انتم تعملوا فيهم خاصه في المناصره. نعرف اللي عندكم بروغرام كامل اللي هو لي تابلو روند اللي تحكي تعملوا فيهم، دونك انت تحكي لنا عليهم شوي. باهي، التابل روند ديجا هو يندرج ضمن لقاء علمي اسمه موبيليتي مارجينال ايشانج سود نور. باهي، اللقاء العلمي هذا على نهارين، ان شاء الله 29 فيفريي بيبليوتيك ناسيونال، وال 1 مارس تصير تابل روند في لوروس. التابل روند هذه باش تصير سور لا موبيليتي في فاس كونترانت سوسيال اي اوربان، ونحبوا نذكروا هي لوروس معناها هي يعني بارتنير، مش يعني مش احنا اللي اورجانيزا. الصوت رجع قاعد يقص مره اخرى ندى، قاعد يقص. اي خاطر حابين نفهموا فيك ندى، مانيش نجموا نتابعوا. اللي اون با اورجانيزا فريمون سيت ايفينمون، مي احنا اون ان بارتنير، وقلنا بوركوا با نحكيو على الموبيليتي اكتيف. احسن بلاصه تحكي فيها على الموبيليتي اكتيف تكون في البسكليت، هذه لوغيستون.
ظهلي باش نضطروا انه نعاودوا نطلبوك ندى دقيقتين اخرين ولا اقل شويه، على خاطر صوت نعتذر على رداءه الصوت من المصدر. نرجعوا لك توت سويت ندى، نحكيوا على جمعيه فيلو روسيون. معنا ندى بن عبده المساعده الاداريه للجمعيه هذه. المشكله في البسكليتات مش انك عندك بسكليت ولا الكياسات خايبه، حتى وين باش تحط بسكليتك، حتى كي انت باش تمشي من خدمتك. اي مثلا انا نسكن في رالس، ماذا بيا كي نهبط للسونتر فيل لتونس باش نمشي للخدمه نتاعي، ناخذ بسكليت باش نخدم. ما نجمش نعمل 13 كيلومتر بسكليت، مانيش سبورتيف للدرجه هذيك. نجم نعمل 2 كيلومتر 3 كيلومتر، نجم تقرب المسافات، اما نجمش ما عنديش وين نحط بسكليت نتاعي. دونك المشكله في البيئه زاده، بخلاف الخطر هذاك نتاع الكرهب يقص عليك وباب واحد يحل الباب هكا من غير ما يغزر في الروتروفيزور، لانه ما عندناش العقليه نتاع البسكليت. فبالاكتيفيتي اللي يعملوهم فيلو روشون والا حتى لي كلوب في تي تي في جربه، والبيست كلاب اللي موجوده في جربه، في ولايه جربه، في ولايه جربه، في مدينه جربه، في جزيره جربه. دونك سي دي زيكزومبل باهين وينجموا يزيدوا يحكيوا عليهم. رجع الخط مع ندى بن عبده المساعده الاداريه لجمعيه فيلو روسيون. تسمع فيا ندى؟ اي نسمع فيك. ايوا تسمع فيا. اي هكا خير. اي دونك كنا نحكيو على لا تابلو روند، عاود لنا الفكره من الاول خاطر ما سمعنا منها بريسك حتى شيء. باهي لا تابلو روند هو يعني هو سيت ان تي ايفينمون دمي جورني يندرج ضمن اللقاء العلمي موبيليتي مارجينال ايشونج سود نور. باهي باش يصير هذايا على نهارين ان شاء الله 29 فيفري في البيبليوتيك ناسيونال، وال 1 مارس يصير بحرين في بيلاروسيون. باهي قلنا احنا باش نحكيو طبعا الغوند هذايا باش نحكيو سور لا موبيليتي اكتيف باس او كونترام سوسيال اي اوربان. قلنا بوركوا با تصير شي تصير في دار البسكليت، على خاطر باش تحكي على موبيليتي اكتيف احسن بلاصه ليها هي دار البسكليت. واحنا راه اون با اورغانيزي سيت ايفينمون، مي احنا اون ان بارتنير وقررنا ان نستضيف الطابل غونغ عندنا في دار البسكليت. ونذكر زاد دار البسكليت هو راه اول سونتر كولتوريل للدراجات في تونس، اللي هو زاد سي ان بروجي دو فيلو روسيون. وشنو هي المخرجات معناها، شنو هي لوبجيكتيف نتاع الطابل غونغ هذايا نادي؟ لوبجيكتيف نتاعنا هو ان نتبادلوا الافكار والتجارب اللي نعيشوها كل يوم في تنقلاتنا اليوميه. ديجا موبيليتي اكتيف كما يقول اسمها اكتيف، معناها مثلا كي نمشي راهي هذيك اسمها موبيليتي اكتيف، كي نستعمل الدراجه راهي موبيليتي اكتيف. فنتصور انه برشا عباد عندها مشاكل في تنقلاتها اليوميه، كي تمشي بالبسكليت حتى كي نمشيو على ساقينا مثلا ما تلقاش تروتوار ولا حاجه، فهذيك مشكله نجمو احنا نتناقشوها ونتبادلوا معناها الافكار نتاعنا في التابل غوند هذي. وزاد باش تكون فرصة أن الباحثين والمختصين اللي باش يحضروا معنا أنهم يقدموا بحوث متعلقة بالموبيليتي أكتيف. من بعد فما البحوث هذه باش تمشي لوزارة النقل، باش تمشي للولاية، باش تمشي لشكون؟ وزارة التجهيز. وزارة التجهيز، لشكون باش تمشي؟ بون هي الساعة احنا نتناقشوها. ديجا احنا زاد عندنا جورني كامل عملناه اسمه الواد فيلو، اللي يعني حاولنا ان نعملوا فريمون قانون خاص بالفيلو. والحاجة هذه احنا ديجا في تواصل مع نائب من المجلس باش يوصل الحكاية هذه للسلطات المعنية بالأمر. فاحنا كل حاجة فريمون نعملوها نحاولوا نثمنوها ونحاولوا نوصلوها. حتى مثلا افكار كيما هكايا برين ستورمينغ ولا حاجة ديما نحاولوا انها توصل. فجست احنا دوسات انا نتناقشوا هي ديجا حاجه كبيره برشا بالنسبه لنا احنا. يعطيكم الصحة. فما زاد ليفينمون اللي هو سوق البسكليت يرجع بعد انقطاع طول شوية، طول برشا بلوتو، طول برشا على على الناس اللي استنست به، ديجا بدلتوا له بلاصته. نزيدوا نعرفوا أكثر للناس اللي انتريسي بسوق البسكليت، سي كوا ليفينمون هذا؟ سوق البسكليت هو يرجع لكم في نسخته ان شاء الله 13 ديجا. واحنا فخورين ان نقولوا اللي هو اول سوق في تونس بسكليت باش يصير ان شاء الله 3 مارس من 9 الماضي ساعة نهار الاحد اللي قبل نهار الاحد. السوق هذه هي تولدت فكرته من يعني من كيستيون، قلنا ثم سوق كراه وما فماش سوق بسكليتات، علاش هذا؟ يعني هذه حاجه ما عجبتناش برشا، فقلنا وقيد هذا البسكليت انها تكون عندها سوق خاص بها. واحنا زاد بحذينا يعني وصلت بعت عندنا 50 بسكليت ووصلت الارباح يعني 35 مليون، معناها مش فريمون حاجه صغيره. فالعباد تجينا من كل بلاصه باش تبيع وتشري، وحتى العباد زاد تشوف. وقلنا زاد المره هذه من بعد ما رجعنا قلنا احسن بلاصه انها تتباع البسكليت هي دار البسكليت. دار البسكليت. في دارها تتباع البسكليت وتتشري. ويقول القايل زاد
احنا كيفاش نعرفوا احنا عنا العدد هذية كيفاش نعملوا. فاحنا يعني السوق هذية منظم برش حاطين قواعد للبيع. اول حاجة انه كي واحد يدخل نعطيه الفيش انسكريبسيون، الفيش انسكريبسيون هذية فيها اسمه، فيها شنو الحاجات اللي باش يبيعها وشنو الماتريال اللي عنده، وزاد لازم يحط التيكي نتاع السوم على الحاجة اللي يحب يبيعها. وزاد احنا في دار البسكليت باش في 10 ثواني لانها تنصح العباد شنو تشري، على شنو يلوجوا، وزاد حتى العباد ساعات يعني عباد كيلو ياكلوا، فلقيت هذوك نتاعنا المختصين يدوروا بهم هاو شنو عندنا شنو ما عندناش. شنو البسكيت هذه تصلح لشنو. يعطيك الصحة ندى، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، ما عادش علينا وقت، ميرسي على التليفون وعلى ليزانفورماسيون اللي عطيتهم لنا الكل. ندى بن عبده المساعدة الإدارية لجمعية فيلوروسيون، تنجموا تدخلوا الانستغرام ولا فيسبوك فيلوروسيون تونيزي، تلقاو ليزيفينمون اللي كنا نحكيو عليهم الكل، سوق البسكليت، نحكيو على التابلو روند وكل ما يخص البسكليت في تونس. ميرسي أونكور أون فوا ندى، يعطيك الصحة علي. ميرسي أماني، ميرسي محمد احمر، كوكو انس صابغ اللي يسمع فينا، جويز انيفرسير مره اخرى. نوال بيزيد معكم في الميكرو، نتقابلوا الاربعاء الجاي 7 متاع العشيه. باي باي.